السلام عليكم. السلام عليكم. نعود إلى سلسلة علي كيالي يرد على علي منصور كيالي. اليوم نريد أن نعرف، هل علي كيالي قرآني أم هو؟ أنا أكثر الناس متمسكين بالسنة. هذا ما سنراه بإذن الله تعالى. علي كيالي أو علي منصور كيالي، رقم واحد، ماذا يقول عن نفسه؟ أولاً، كي لا نقول أنني منكر السنة، فالحقيقة أنني الحفيد رقم 48 للرسول صلى الله عليه وسلم. ما شاء الله. لم أتكلم أي يوم في إنكار السنة. لا أبدا. الذين قالوا على مريم بهتانا عظيما، يعني يمكن أن يقولوا عني كذا. إذن هو ثابت على مبدئه، ولا يقول عنه أنه منكر السنة إلا الذين افتروا على مريم بهتانا عظيما. لا أحد يستطيع أن ينكر السنة. في هذه صدق حقا، يعني حاجة كذب يقولوا ناكر للسنة، يعني فقط هيك بهتانا عظيما. إذن هو علي منصور كيالي الأول يقول إن القول بأنه ينكر السنة كذب. خلونا نشوف علي منصور كيالي الثاني ماذا يقول. الحكم على الأمور يكون من خلال كتاب الله حصرا حصرا حصرا. أيوة، يعني السنة ما لها دور، حصرا 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 من كتاب الله. يجب أن يحكم أهل القرآن على القضايا بما أنزل الله فيه، يعني في القرآن فقط. فأنت الذي تقول لنا يكون من خلال كتاب الله حصرا حصرا حصرا. تؤكد لنا 3 مرات أنه حصرا الكتاب. إذن السنة ليس لها قيمة. سبحان الله، المنافق مهما حاول أن يكتم نفاقه يا إخوة، لابد أن يظهر هذا النفاق. هذا قاله الله سبحانه وتعالى في كتابه: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم، بشكلهم، بوجوههم، بصورهم، المنافقين. لكن ماذا قال الله؟ ولتعرفنهم في لحن القول، ستسمع من كلامهم ما يفضح سريرتهم ونفاقهم. الله المستعان. علي كيالي على فكرة، في لما كان يظهر هذا المظهر ويقول أنا أكثر الناس متمسكين بالسنة، هذا كان عند بداية انتشاره، بداية الشهرة، فهو يحتاج كسب عدد أكثر من المتابعين، يحتاج إلى هذا النوع من النفاق للناس، لأنه إذا أظهر إنكاره للسنة فالناس ماذا سيفعلون؟ الناس سيبتعدون عنه. وهو كان واضح في إنكار السنة، وكنا نرد عليه. أنا منذ متى كنت أرد عليه؟ يمكن في 2014 بدأت برد عليه، أو 2015، وكنت أبين مخالفاته الصريحة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإهماله حديث النبي صلى الله عليه وسلم، بل حتى القرآن الكريم هو ليس متمسكا به. من ذلك الوقت كنا ننبه منه، يعني تقريبا منذ 10 سنوات. وهذا منهجه، هذا منهجه. لكن هو في تلك الفترة كان يقول لا، إنه كذب عليه وما شابه ذلك، وهو يحب السنة وما شابه ذلك، ويعرض عما نطرحه حول إنكاره للسنة، لا يرد عليه تفصيليا، فقط الذين افتروا على مريم، قال منافقين، قال ما شابه ذلك عن مرجفين. قال بعد أن وصل إلى مرحلة الشهرة التي تحققت له فعلا، وصار يظهر على فضائيات وما شابه ذلك، ماذا فعل؟ لكل الأحوال صار يسخر من الذين يقولون عنه قرآني. ما عنده مانع. فحلقة اليوم القرآنيون هم أهل الله وخاصته. فصار الآن هو يقول القرآنيون. طبعا هو أساسا غلط أن يسمى منكرو السنة بالقرآنيين، يعني الذي ينكر السنة هذا غير متمسك بالقرآن الكريم، هذا مخالف للقرآن الكريم. فهؤلاء يسمون بالمشاققين، يسمون بالنكرانيين، يسمون بالكفار بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فنعم، لما اشتهر وحصل على ما يريده، صار يقول القرآنيون، يعني منكري السنة، هم أهل الله وخاصته. وإذا قال له أحد قرآني فيقول له قرآني، يسخر. لا، بل يدعي أن النبي صلى الله عليه وسلم، اسمع ماذا يقول: يا سيدي رسول الله هو القرآن الأول غصبا عني وعنك. فبارك الله فيكم، نعوذ بالله منه ومن حاله ومما يذهب إليه، ونسأل الله سبحانه وتعالى الهداية والتوفيق. وقد اتضح نفاقه للقاصي وللداني، ولكن بعض الناس يأبى أن يفكر. والحمد لله على نعمة العافية ونعمة العقل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا قوم اتبعوا المرسلين.